اما بلا حاجه لعب اليوم بكفي. تدري ولا ما تدري احبك يا بعد عمري، اللي ما اشوفك ما ينحسب من عمري، ما ينحسب من عمري. تدري ولا ما تدري احبك يا بعد عمري، اللي ما اشوفك ما برني هالمنظر ما أحلام. اتصل فيهم بالعرق العافية يا أم محمود، يا سعدية يا بنت المسعود، الله عطاكي على هوانيتك. هون ما بدي، ما بيمشي الحال، وقت النوم ما في محل، بدي خبيهم. لا تلحقوني، بدي خبيهم. تدري ولا ما تدري احبك يا بعد عمري، احبك يا بعد عمري. قلت لي همه نكبر غلتين ثلاثه. شفتوني؟ ماما اجيتوا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شو مبينتك اليوم بالبيت؟ شو خلصنا من ام محمود؟ ايه حبيبي خلصنا من يوم وراح، راح تشوفني بالبيت. ايه الله يرحمها. منو ها؟ ام محمود ماتت؟ منو ادري؟ دريت بشو؟ بموت لام محمود. مو انت قلتي لي انه خلصنا منها؟ هي سلتت قلبي بين رجلي. يعني ما ماتت لسه؟ يا حبيبي انت لك قول الله يطول بعمره ويخلي لنا اياها يا حق يا قادر يا كريم. ماما شو القصه؟ مبين عليك رضيانه عنا هاليومين، مع انك هديك الجمعة كنتي مقهورة منها وعم تدعي عليها. امي مو المهم انا ارضى عليها، المهم هي ترضى علينا. ماما انا جوعان. يلا حبيبي انت واخوك غيروا اواعيكم وغسلوا ايديكم لبين ما جهز انا الغدا، بيكون ابوكم اجا. لهلا لسه ما بلشتي بتحضير الغدا؟ لا وتغدينا. امشي اخي امشي، اضرب انا وحظي. هيك ما حدا رح يوصل له، ما حدا رح يشك انه بهالبلو في 3 ملايين. معقول يشموا ريحتهم؟ ما في ريحة مصاري، ريحة برغول. ارجع على محله. شو بدي احط فوقها؟ شو بدي احط فوقها؟ رح احط قطرميز الشنجليش فوقها. اذا حدا حاول يقرب على البلو بيهرب من ريحة الشانجليش. هيك منيح. تدري ولا ما تدري احبك يا بعد عمري، احبك يا بعد عمري. قولي قولي قولي. اهلين ام محمود، تعرفك مشاي لعندك؟ بعدين شو هو من الفرشه؟ مو الدكاتره قالوا لك لا تتحركي كثير، حرام ام محمود. حاجه هنا كلام الدكاتره كثير، لا تطلعي لا تنزلي لا تاكلي لا تشربي. ايش بعدين الاعمار بيد الله، الواحد مننا ما بيقدر يأخر عمره ولا يسبع عمره لأنه يوم واحد.
لا محمود، بس الواحد لازم يرتاح ببيته. بعدين الدكاترة قالوا لك لا تتحركي من شقتك إذا كان على الأكل والشرب، ولكن لك فكرة لك تأمري أمر دغري الأكل والشرب بيكون عندك أنت. بس أشرب إصبعتك حتى شوفي كنت طبخت لك شربة وكنت جايبت لك ياهن لعندك. هنا هنا أنت عم تغمريني غمر بجمايلك. لا شو جمايل وما جمايل أم محمود، أصلا الجيران لبعضهم وكل واحد لازم يساعد الثاني على قد ما بيقدر. تأبري قلبي شو قال؟ إيه مزبوط مزبوط. بتعرفي ام محمود؟ نعم. منيح كثير انك جيتي لعندي لهون، هون اريح لك من شقتك، خليكي هون قاعده عنا، عادي عنا اسبوع، شو رايك؟ وانا باخذ اجازه، مننام انا وياكي بالغرفه جوا، وجميل بينام عند الاولاد، ما كان لك فكره، وشو ما طلبتي؟ وايمتى ما طلبتي؟ شبيكي لبيكي هنا على الاربعه بين ايديكي، هون احسن لك من شقتك، بشقتك بدي اخلقك. لا ما بدي اتساءل عليكم، بكفي اللي عملتوه معي، كفيتوا ووفيتوا، الحقيقة يشهد الله ما قصرتوا، ولولاكم كنت متت أنا وما كنت ربحت شيء. لا أم محمود شو هالحكي، نحن ما عملنا شيء. لا عملتوا وعملتوا كتير، كمان الواحد لازم يعترف، لولا السحر العظيم يلي عملتي لي إياه ولولا جميل ما يقنع مدير البريد يصرف لي جائزة، ما كانت أحوالي تحسنت شوي. اخ مالي عرفانه شلون بدي اتشكركم انا يا هنا. لا ام محمود ما في داعي تتشكرينا، نحن جيران وجيران لبعضهم. صحيح، بس انا ما بحب خلي علي شيء، لازم اتشكركم انا يا هنا. ايه مثل ما بدك، انت كريمه ونحن مستاهل. من جهه بتستاهلوا والله، وهي بكسر الهاء وعند اليمين انكم تستاهلوا كثير، وهالشي خلاني احتار انا بشو بدي كافيكم. فكرت كثير شو جبلكم، جيب إليك ولا لجوزك ولا شي غرض للبيت؟ للبيت أحسن شي أم محمود، أنا كتير بحب غراض البيت. خفت أنا جيب غرض للبيت يقوم ما يعجبك، أنا بعرف ست البيت بتحب تنقي غرض لحالك على ذوقها. إيه معك حق، بكرة أم محمود بس الطيبة وتقدري تطلعي وتفوتي مننزل على السوق ومننقي غراض بيت كتير حلوين على ذوقي وذوقك. كمان فكرت فيها، بس قلت لحالي يا سعدية يا بنت المسعود، إذا الشغلة فاتت ماتت، وإذا بدي انتظر لحتى أصير أقدر أطلع وأنزل لحتى أشتري لكم الهدية والحلوان، بخاف تفكروا أني مطنشة ومو من عادة تنطنيش أنا يا هنا. ماري والله بعرف، وهي بكسر الهاء وعقد اليمين، يا سعدية يا بنت المسعود بعرف أنه أنت مزوقة وصاحبة واجب وما بتخلي عليك شي بنو. مشان هيك فكرت جيب هدايا للأولاد، قلت أحسن شي. تعوا صيصاني، تعوا اعزائي الاطفال خذوا هداياكم، تعالوا. شو بكون ماما واقفين؟ تعوا شوفوا خالي محمود شو جايبت لكم، يلا اوان تعالوا عنوا. تعال تعال. هي الك وهي الك، انت سليم بتحب الدباب انت خو. شو هذا لعب؟ ورجيني لشوف امي. كثير حلوين، عن جد كثير حلوين، ام محمود انت كثير مزوقه، خذ امي خبيها ها، هي ذكرى من ام محمود. اسمعوا كلمة الماما ها، اقفلوا عليهم خليهم جدا. هدية ما بدي اياها. ليش ماما ما بدك اياها؟ كثير حلوه. لا هي حلوه، ما هيك شايفتيها عتيقه عايفه حالها، حدا بيجيب للثاني هيك هدايا؟ ايه سليم هن صحيح مو جداد جداد، بس جدال هدول كان يلعب فيهم ابني محمود قبل ما يسافر على خفرت، كان هيك على قده من يوميته انا مخبيتهم ومحافظه عليهم. يكتر خيرك ام محمود، الهدايا كثير حلوين فعلا، انك مزوقه حلوين. شو قصدك؟ معقول يكونوا عجبوها اللعب لهالدرجة؟ لا تكون عم تتمسخر علي. أنا بالأول ترددت كتير قبل ما أجيب لهم لعب ابني اللي بخرفتان، خفت ليقولوا عنه نعتا، وكنت بدي أنزل أنا عالسوق يا هنا أشتري لهم هدايا جداد، بس بتعرفي الدكتور ما نعني من المشي والنزلة والطلعة على الدرج. لكن شلون إجيتي لعنا؟ من عندي لعندكم المسافة قريبة، ما بدها درج سليم. ام محمود؟ ام محمود؟ ما في حدا؟ شلون ما في حدا؟ هلأ لسه وصلناها على البيت دقي كمان. ام محمود؟ يا محمود؟ ام محمود؟ مالها بالبيت؟ شلون مالها بالبيت؟ ام محمود مريضة والدكتور مانع عم يطلع، دقي منيح وقوي. مالها بالبيت؟ قفل مقفول من برا. مقفول؟ اي والله. وين بدها تكون رايحة؟ وأنا شو بعرفني عم تسأليني؟ أنا ما عم أسألك، عم أسأل حالي. وين بدها تكون رايحة يعني وهي مريضة؟ لتكون جوا ونسيان القفل مفتوح برا، قام إجا شي ولد حب يلعب بالقفل وسكروا عليها من برا، معقولة؟ ليكون أمجد وأغيا؟ لو كان اللي عم تفكري فيه مزبوط، أم محمود جوا كانت فتحت لنا. يا مجدوبة شلون بدها تفتح لنا والقفل موجود برا؟ كانت عطتنا صوتها وقالت لنا
من باب شقتي ليكون عم يكسروا لي بابي. انا خليك انا قوام حراميه ولي ولي حراميه ولي. شوفي شوفي هذا اكيد امجد واغيار. لا تحس بحالك انت حسين محمود ما نبيته. وينها؟ عندي. الحمد لله فكرتها ماتت. وشو عم تعمل عندي؟ شو عم تعمل عندي؟ قاعده لبين ما تطيب على المظبوط. ايه برافو عليكي، تصرف سليم، ما لازم تتركها لحالها. شوفي انت عندك وظيفه وجوزك بيروح على الوظيفه واولادك بيروحوا على المدرسه، انا ما عندي لا طلعه ولا فوته، شو رايك اخذها لعندي؟ لا ما حضرتي وظيفتها. اخذت اجازه. طيب ما تسمحي لي فوت شق عليها؟ ايه شو ها؟ هذا محشي لام محمود. ايه لا ام محمود ما لازم تاكل محشي لبين ما تطيب. يعني ما بتخليني فوت لياها؟ وليش لفوتي لياها؟ نحن عنا اكل زياده، ما في داعي حد يتعلم علينا. هاتي تعي الحقيني لشوف. إيه الله يجبر بخاطرك يا ام محمود ولا يخشلك ابدا، عملت لك محشي رح تاكلي اصابيعك وراه. ام محمود تقبري قلبي ما بصير تاكلي كوسه محشي لانه الدكتور ما رجع لك الدسام. لا ستي بدي اكل، كتر خيرك ام تحسين، بس ما كان في داعي تعذبي حالك. ولو يا ام محمود شو هالحكي؟ لك انا مستعده اخدمك بعيوني. لك تسلم لي عيونك يا ام تحسين، هاتي هالكوسايات هاتي. وين وين رايحه ام محمود؟ متفق انا اخذ اجازه ونقعد مع بعض مشان نطيب يا عم مظبوط. لك ايه انت قلتي انا ما وافقت. معك حق ام محمود، بضل بيتك اريح لك، واذا على شغل البيت وحوسته انا مستعده اكل واشرب ونام عندك وما فارقك النوم. ام محمود راح تضل عندي انا هنا. لا ستي ام محمود رح تقعد ببيتها. لا حبيبتي بدها تقعد عندي انا. لا ببيتها. لا ببيتي. لا ببيتها. لا ببيتي. خلصت بقى انت وياها، رح اقعد ببيتي انا، انا رح اقعد ببيتي، ما بدي حدا يقعد معي، انا مجلوطه هنا. بس يا ام محمود ما بيسوى تضلي لحالك بالبيت، بركي صار لك شيء بالليل، ما لازم يكون حدا معي. هنا معها حق، انت ما لازم تضلي لوحدك، والدكتور قال لازم ترتاحي وما تعملي شيء، مشان هيك لازم حدا يضل عندك يخدمك ويحوس فيكي. رح تيجي معي ام محمود لعندي على البيت. لا امشي معي لشقتك. لا رح تيجي معي. لا رح تيجي معي. لا رح تيجي معي. ايه بقى انت معي. خلصنا خناقه علي، شو قصتكم؟ ليش هيك عجقه علي؟ خلص خاصيتكم انتم، ما كليكما كليكما عجب هيك زعلتي لام محمود منا؟ انا زعلتها ولا انت؟ لا انت. لا انت. لا انت. خلصنا انت وياها، خلصنا. رح خاصيكما انتم الاثنتان، خلصنا بقى. خلص ام محمود دبري. لا تزعلي، اعملي اللي بريحك بس لا تزعلي. خلص ام محمود حبيبتي انت، زعلك بالدنيا كلها كان قصدنا الريح. لك خلصنا بقى، انا قررت ارجع لشقتي، كلمه واحده ما بقى اسمع منكم. خلص ام محمود مثل ما بدك. على راحتك تقبريني. خلاص انت احملي الكوسايات. حاضر. انت جيبي الشوربه. حاضر. والحقوني لشقتي، خلصنا بقى. اريدة شوربه ان شاء الله، كل يوم شوربه، كل يوم شوربه. ابو جميل ما بتنزل لقمه بتمه الا بالشوربه، 40 سنه وانا عم بطبخ شوربه، لك اريدة شوربه ان شاء الله. شو هاد؟ ايه ايه انتو التانيين جاي. هاي فضيت لك كل الكوسايات بالبراد. ليش ما اخذتي زبديتك معي؟ ان شاء الله مفتكره رح رجع لك اياها مليانه. لك دبه حبيبتي انت، مالك شايفتيني مكسوره مجلوطه، شلون بدي اطبخ انا؟ معك حق، يلا رايح اجيب الزبديه. ايه ام محمود حبيبتي انتي، انا صبيت لك صحن كامل صغير مشان تاكليها هلا، وتركت لك الطنجره بما فيها بالبراد، خليها عندك ما بدي اياها. حبيبتي كتر خيركم وان شاء الله برد لكم اياها الهي بالافراح. يلا كل وحده تروح لجوزها واولادها. ام محمود اماني اذا اعتزتي شيء ناديلي. انا اقرب ام محمود اماني، امتى ما اعتزتيني بس صرخي هنا بتلاقيني انا على الاربعه شباكي لباكي هنا بين ايديكي. خلصنا بقى بدي ارتاح. يلا انا رايحه ام محمود، المسا بنزل بشق عليكي. ايه ماشي بتحسين انت هنا، يرضى عليك ينبي على جميل جوزك، يقول له للنجار يجي يصلح لي قفله للباب. ايه من عيوني بتنتين هلا بخليه يبعث لك اياه هلا. وليش تجيبوا نجار من برا؟ ابو تحسين ما في اشطر منه بنجار، هلا بخليه يصلح لك الباب. ابو تحسين مجبور، اللي كسره بيصلحه. ايه تكرم عيونك تشتغل محرزين. يلا ذهباكي لكما الى بيتكما. يلا يلا بخاطرك بدي ارتاح انا. صحيح انكسرت وانجلطت بس بالمصاري اتدللت. عافية بوم الصبح اتطنيتم في بطي بس عفيتم حبيبات. شوفوا شوفوا
نعمة شو ها؟ ما هو في ايدي برا؟ يقرف عمرك يا ام تحسين، هي اخر وحدة صارت على المطبخ. انا فرجيكي يا ام تحسين الدبة. بيتك شو مأزية؟ الو خيال اعطيني امك، امجاد اعطيني امك، سهام سنحوكه اعطيني امك. ايه امك ام تحسين شو عامله بالبراد؟ مين بيعرف لك؟ مسكت البراد مين خالعه؟ برادي مين بيعرف لك؟ شوفي ام تحسين، انت اخر وحده دخلتي على المطبخ مشان تحطي القطايفات بالبراد، ما حدا فات بعد منك فهمتي؟ يعني مسكت البراد ما حدا خلعها غيرك. لا ستي ما كانت مخلوعه من قبل، قبل ما تجي كانت مثل الفله. اه كانت مسكت البراد صار سليم، بدك تصلحي مسكت البراد وعلى حسابك فهمتي؟ وقد أعذر من أنذر، وهذه المكالمة على حسابك بحفظ. لا أرجيك شلون الأذى. جميل يا جميل، ما قلت لي شو الصمام اللي حابب تفجره؟ بلكي بساعدك تفتحه. جميل شو نمت؟ نعم زاير وزني حتى بهاي حظي هيك. والله هني يا لك. هو عم يفجر الصمام وانا ما كنت افجرها لام محمود هي وثلاث ملايين تبعوتها. لك يبعت لك قتلك انت التاني عم تعلق شحيت. انتو شو عم تعملوا هون؟ حاجتكم دبكم حميمكم. اطلع
خيييي لساتهم موجودين، خيييي هلا اشتفى ابني، خيييي يبعت لك قتلك انت الثانية، رقبتيني بدي لم البرغلاك دافع حقهم دم قلبي.